والآن بيكون معنا تسليم مفتاح سيارة العائلة اللي تحولت اليوم باسم سيارة عائلة الأخت أروى عبد الله محمد بحشوان وعائلتها الكريمة. الحقيقة السيارة موجودة ونحن نتشرف بوجودكم. نعم ونتشرف بوجودهم. ممكن مع بعض يجون الأسرة مع بعض عشان العائلة. أنت تفضل معنا هنا بس على هذه المنصة أيضا هنا سيكونوا معنا هنا. تفضل أخ منير وأيضا العائلة بتكون معنا في الخلف هنا موجودين معنا وسيسلم لهم المفتاح السيارة. تفضلوا هنا والعائلة تكون معنا في الخلف. قبل شوية انطباعهم قبل ما يسلمون المفتاح أكيد لأنه بعدين عاد بنشوفهم بعد الانطباع. لحظة جميلة الكل حضر اليوم بل أحضرنا الجميع من أجلكم اليوم. أخ منير في هذه اللحظة ماذا تقول؟ والله يقول فرحة صراحة للعائلة كلها إن شاء الله نقولها. نعم ونقول لهم كل سنة وطيبين إن شاء الله بالعيدين ونشكركم على الجهود هذه ونشكر قناة حضرموت ونشكر كل الحاضرين ونقول لهم كل عام وانتم طيبين ان شاء الله وانت بخير. اسم من؟ مروان. ايوه حضر خذ المايك. كل عام وانتم بخير. نشكر قناة حضرموت. نعم وانت طيب. هذا الامور الصغير من اسمه هذا الامور؟ عبد الله منير. تكلم عبد الله منير. عبودي كيف حالك؟ بخير. كل عام وانتم بخير وانتم طيب. اليوم ما شاء الله بتحسن سيارة. ايش بتقول؟ ايش تقول؟ اصحابك الان شوف يشوفونه، اصحابه يشوفونه، اصحاب السيون بكره بيقولوا شفناك في قناه حضرموت وحصلت لكم سياره، ايش تقولهم الان؟ كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم طيب. والعايدين والبازين كل عام وانتم بخير. باذن الله. عبودي وين بتركب في السياره؟ قدام هنا ولا وراء؟ وراء. على كل حال استاذ نزار اتمنى تكون هذه الكلمه الان لك وايضا تسليم السياره وتقديمها واختتامها. نحن فعلا شاكرين الحقيقه شاكرين اولا المؤسسه الاقتصاديه اليمنيه على مشاركتها في هذا الموسم معنا وتقديم الجائزه الكبرى لبرنامج العائله السياره ونطمح ان شاء الله ونامل ان تكون المواسم القادمه تحمل جوائز كبرى ومفاجات ساره من المؤسسه وكذلك من رعاه البرنامج شركة بي ام سي وشركة بترماكس وأيضا شراكات جديدة. والحقيقة أنا شعوري الآن مختلف تماما ولا شك أنه الأخ منير وكذلك الأخ مروان أظنكم مش مصدقين أن احنا فعلا الآن أمام الجائزة الكبرى لسيارة العائلة وأنكم بتسرون بهذه السيارة إلى بيتكم المبارك وكذلك الأخت أروى وبنتكم المباركة. أنا أرى أنه يعني شعور مش عارف كيف يعني. فلا نبارك لكم من أعماق قلوبنا إن شاء الله فوزكم بالجائزة الكبرى ونشكر المؤسسة ونشكر رعاه. والحقيقة نشكر كل من كان معنا خلال شهر رمضان المبارك وأنا أشوف أنه حتى الحاضرين اللي جنبنا اللي ما تشوفونهم الآن يعني كل في هذه اللحظة الجميلة والشباب موجود وحضور الأخت الجليلة وكذلك والدتها. رب إن شاء الله يجعل دائما اجتماعاتنا على خير وفي خير ونرزقكم ان شاء الله يعني خير هذه السياره المباركه ان شاء الله باذن الله. واذا كان بتتكلم احد من الاخوات ولا على طول لغه المفتاح اطل معي شويه بس يلا. نشكر قناه حضرموت القائمين عليها ونقول لكم كل عام وانتم بخير وجزاكم الله خير. الله يحفظكم ان شاء الله. والان مفتاح سلموه للاستاذ محمد عشان يسلمه. تفضل يا زين. الاستاذ هنا محمد هو من مندوب المؤسسة الاقتصادية وكذلك إذا الآن لحظات الأخت أروى. أيوة هذه لحظة تسليم مفتاح السيارة من قناة حضرموت والمؤسسة الاقتصادية اليمنية للأخت أروى. اسمع لأقوى تحية تستاهل. ألف مبارك لكم. سيارة العائلة تذهب إلى سيئون وإلى أسرة أروى بحشوان. ألف مبارك. ألف مبارك لكم هذا التكريم وهذا الوداع وهذا العيد وهذا الختام. ختامه مسك وان شاء الله السنوات القادمه يتنافس البقيه ان شاء الله. تفضلوا ممكن تطلعون على السياره. تفضل اخ منير هنا سياره فضلوا. هذا المفتاح الان الفعلي وايضا المفتاح هنا. الف مبارك. مباركين جميعا. كلمة اخ منير كلمة مع او شيء يعني مع تعال نقدم مع المفتاح هذا. امسك يا مروان ايضا. اخ منير فرحه جميله صراحه العائله وربنا يعطينا خير ويكفينا شر ان شاء الله يا رب. الجميل أن سبحان الله رصدنا التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي للقناة وأيضا لمن نشر حالات الناس جميعهم يقولوا تستاهل تستاهل الأخت تستاهل ويعني ويبارك كلهم وهي أصلا من المحظوظات ما شاء الله يعني ما شاء الله دائما. نعم نعم نعم. ربنا يبارك فيها وفي خيرها. آمين إن شاء الله. وعلى كل حال أستاذ نزار خلاص وداعا. الحقيقة نحن نبارك لكم وإن شاء الله نبارك لكل الفائزين بجائزة المليون ونصف الباسعد وكذلك الباطرفي بجائزة المليون وكذلك البشوي
لجائزة السوشيال ميديا، شرفتونا احنا في البرنامج وشرفتونا احنا اليوم في العواد هذا الطيب المبارك، والجائزة الكبرى ما شاء الله من نصيب أسرة آل